بتركز في الجزئيه، خلاص؟ لو حبيت اقول تفاصيل شويه
هتلاقي لازم جوه الاي يو يكون عندك حاجه اسمها ستيتس فلاج. عارفين الستيتس فلاج هي مجموعه من الفلاجز بتتاثر بعمليات معينه، فهي بتكون انديكيشن على حاجه معينه حصلت. خلاص؟ زي مثلا الزد فلاج. الزد فلاج دي علامه على ايه؟ ان في عمليه تمت والنتيجه زيرو. خلاص؟ وهكذا بقى هنتكلم شويه يمكن عن الستيتس فلاج. طبعا الشيفتر ان انت تعمل شيفت ليفت وشيفت رايت ده مكون من مكونات الاي ال يو والكومبلمنت ان انت تعمل كومبلمنت. يبقى احنا قلنا ان بيكون الاي ال يو تعمل العمليات الحسابيه والمنطقيه، لكن نضيف عليهم بقى شيء من التفصيل وهو ايه؟ ثلاث حاجات، يبقى انت عندك ستيتس ريجستر ستيتس فلاج وعندك شيفتر وعندك كومبلمنت. دول يعني موجودين جوه الاي ال يو كشيء من التفصيل يعني. لكن اجمالا كنا بنقول ارثماتيك ولوجيك وخلاص. طيب طبعا الريجسترز وطبعا الكنترول يونت وما بينهم الفصل اللي احنا ايه فده السي بي يو الانترنال ستراكشر بتاعه شيء من التفصيل شويه. طيب لما جينا نتكلم عن الريجسترز بنتكلم عن ايه الريجسترز؟ هتلاقي نفسنا بنصنف الريجسترز من فوق خالص لنوعين. بيتا بول انجلر. انا ده التعريف اللي انا عايز اوصلك يعني ايه مفهوم بيتا بول. البيتا بول ذي ار يوز باي بروجرامر. يعني ايه؟ يعني البروجرامر اللي يجي يكتب انستراكشن هيكتب اسم الريجسترز دي في الانستراكشنز بتاعته. يعني الانستراكشنز المعموله من الريجسترز دي فبيسموها عشان كده ايه؟ فيديو. طيب بتقول لي ايه؟ ما احنا بنكتب اكواد كتير وبنبرمج كتير وما بنسخش الريجسترز. احنا لما بنكتب بنكتب هاي ليفل صح؟ فبقينا صوره في الهارد وير خالص ولا الريجسترز ولا الموتور نهائي. ولكن في تحويل بيتم صح؟ عشان قلنا الكومبايليشن بيترجم الكود المكتوب في اي لغه بما يتناسب مع المكونات الداخليه بتاع السي بي يو ومن ضمنها ومن اهمها الريجستر. ده اللي بيفرق اركتكشر عن اركتكشر. عشان كده زي ما قلت لكم الكومبايل فاكتور عارف الفرق بين الكومبايل والانترنتد لانجوج ولا تمام. عشان كده لما تيجي تعمل كومبايليشن بيكومبايل على الهاردوير اللي موجود الريجسترز اللي موجوده مسميات الريجستر وخصائصها واحكامها كل حاجه. عشان كده لما تيجي تصمم على جهاز تاني ما بيشتغلش. انما لو انتربريتد بيشتغل ليه؟ لانه بيحصل له تفسير كل مره تعمل غلط، فالتفسير ده بيكون بما يتناسب مع الارتفيشال اللي هو بيعمل معاه. طيب لو جينا نشوف اليوزر ان ديتابل ريجسترز اور كنترول اند ستيتس ريجسترز دي معناها ايه؟ قال لك زي ار يوزد باي ذا كنترول يونت تو كنترول ذا اوبريشن اوف ذا سي بي. يبقى النوع الثاني من الريجسترز اسمه ايه؟ ان ديتابل. يعني ايه انفيزابل؟ بيقول لك ان دي عباره عن مجموعه من الريجسترز بتستخدم بواسطه في الكنترول يونت. طب يعني البروجرامر هو اللي بيتعامل معاه مباشره؟ لا، الكنترول يونت. تعال نكمل معلش. اند باي بريفليج اوبريتنج سيستم بروجرامز. بريفليج يعني ايه؟ لا، بريفليج يعني حاجه عامله صلاحيات. بريفليج يعني صلاحيات، بريفليج يعني صلاحيات. بريفليجز يعني دي عباره عن اوبريشنز معينه ليها صلاحيات. مين اللي لها صلاحيات بقى؟ السيستم ادمن، الاوبريتنج سيستم، ايا كان. خلاص؟ زي ما انتم عارفين ان لما تيجي تاخد اوبريتنج سيستم تاخد اوبريتنج سيستم. مستنيين خاصه من الناس. طيب ان في ليفلز خلاص؟ طيب ماشي بريفليجز اوبريتنج سيستم بروجرامز يعني في بعض البروجرامز. بص يا شباب مش بعض الاحيان تيجي تصمم بروجرام ما يشتغلش او يحصل فيه مشكله فتضطر انك تقول له انا ادمت. يعني مثلا انا عن تجربه بس لحد فيكم انترستد بالديب ليرننج ودي صار حاجه اسمها تنسور فلو. انا بقول لكم ده على سبيل المثال اللي انا حصل معايا. لو جيت سطر تنسور فلو من الكومن لاين وقلت مثلا بين سكول او كوندا سكول تنسور فلو ممكن يقعد يسطر في الاخر في مرحله معينه عمليه بقى الديبلويمنت بتاعت البروجرام يقول لك انت ما عندكش البرميشنز اللي انت تعمل ده. لان هو بيتعامل مع الجي بي يو وحاجات كده فلازم بيرمشن. فهتضطر انت تعمل ايه بقى؟ اما تيجي تفتح السي ام دي من الاول عشان تكتب الكومنت اللي هيسطب الكلام ده تقول له ده اوبن اس ادمن او ران اس ادمن. خلاص؟ فالادمنستريتور نطلع فيه يبقى ليه صلاحيات تعالى فممكن يعمل اي حاجه. وزي ما بقول هو ليه بياخد صلاحيات من يوزر وبيدي صلاحيات ليوزر؟ لان في بعض اليوزرز لو اخدوا صلاحيات وهم مش اوير بيها هيبوظوا بيها. زي مثلا الملفات الموجوده في السي بارتيشن سي تمام. انت لو حاولت تدلل الملفات هناك ممكن يقول لك ما فيش صلاحيات. خلاص؟ ليه؟ لان بعض الملفات لو دلت انت الاوبريتنج سيستم هيقع. فمن مصلحتك انت ايه؟ نفس الكلام في الموبايل في حاجه اسمها ريفولفر مود او موت مود.
لا يعني يكون ممكن تغلط السيستم بتاعه. طيب هو هنا ركز بقى قال امثله على الفيزبل ريجيسترز الاي اكس والبي اكس ريجيسترز اللي تحت ده. طب وامثله على الانفيزبل ريجيسترز قال مين؟ قال البي سي والار البي سي كبروجرام كاونتر والار ار كاي انستراكشن ريجيستر. قال لك دول انفيزبل ليه؟ لان دول مين اللي بيكونترول عليهم وبيستخدمهم؟ فهم مين؟ الكنترول خلاص يا شباب؟ او حاجه بروجرام تبع اوبريتنج سيستم بريفليج دي صلاحيات ان هو يحسب. خلاص؟ طيب هيجي احنا دلوقتي نركز، احنا دلوقتي بنتكلم عن مين؟ شفتوش عن الريجستر، صنفناهم بكام نوع؟ ايه اوكي؟ فيزيبل وانفيزيبل. هيجي ياخد النوع الفيزيبل ويقسمه تقسيم ذكي. ايه بقى التقسيم الذكي؟ قال لك انت عندك لو ده مش عارف هتقولها يعني انت لما تيجي تكتب كود لو
بقى شغال اسمبلي هتحس بالكلام ده، واظن هتحس الكلام ده بالنت في المايكروس هتكتبه اكمل بالاسمبلي خلاص. يعني ايه انا هخلي لك مجموعه ريجسترز كتير جنرال عايز تعمل اي عمليه تستخدم اي ريجستر منه صح؟ طيب لو انت في ريجستر دلوقتي في تريتمنت عايزها بعدين وانت عندك جنرال بيرس مش هتعرف تطلع على واحد تاني. طب لو انت ما عندكش هتعمل ايه؟ كنت هتضطر تاخد التيم اللي في الريجستر اللي انت عايزه كمان شويه ده وتروح تخزنها في الميموري عشان تستخدم الريجستر. فاهمين دي؟ فاهمين لما يكون في ريجستر مشغول بطيب والريجستر ده في الانستراكشن اللي جاي انا هحتاج تمكن يعني هحتاج اعمل عليه بروسيس او احتاجه في الشغل بتاعي فبضطر اني اقرر التيم اللي فيه في الميموري او اخزنه عشان انا هحتاجها تاني. فاهمين اقصد ايه؟ لو انت عندك اكتر من حد جنرال يقوم بنفس الوظيفه فاهم؟ ده انت كبروجرامر يديك موجوده ولا لا؟ ده مجبور هاخد التاني، ده مجبور هاخد التاني. خلاص؟ ولكن في المقابل انكريز الانستراكشن سيت. خلاص؟ يعني الانستراكشن سيت هتزيد لان كل حاجه بقى ايه؟ هيبقى لها تفصيلها. زي ما قلت في الكاونتر بالظبط. لو انا مستخدم كاونتر اوتو ابديت. مش انا هقول اعمل الاكشن وانا على اطمن ان هو اوتو ابديتد؟ طب لو لا لو جنرال انا هعمل واروح ازود انستراكشن كده اقول انكريمنت او ديكريمنت صح؟ يبقى زودت ولا ما زودتش؟ يبقى في انستراكشنز زادت. طيب يبقى دول الحاجتين اللي بيحصلوا لو انا خليت معظم الريجسترز عندي ها؟ جنرال. بعد اذن حضرتك مش عايز حد سند عقيل خالص كله يجي ده الوقت والحسن تعالى ما ينام يمشي. ثاني اوبشن ايه؟ او ثاني سيناريو ايه؟ قال لك ان انا ميك زي سبيشالايز، لا لا خلي كل ريجستر سبيشالايز بيعمل وظيفه معينه. قال لك اول حاجه اول ميزه او الميزه اللي هيضيفها لك ايه؟ سمولر اند فاستر انستراكشن. عدد الانستراكشنز ايه؟ هيقل ويكون الموضوع ايه؟ اسرع. مش هعرف بقى ايه؟ بعد ما اخد الاكشن اروح اجري الريجستر اللي بستخدم عامل له اوتو ابديت، لا خلاص الموضوع سريع وقليل يعني. عدد الانستراكشنز قل نتيجه ان كل حد عارف هو بيعمل ايه بالظبط كل موضوع هيبقى اسرع لان كل واحد سبيشاليز في حاجه بيعملها بكفاءه وبسرعه صح؟ صح ولا لا؟ طيب زيهم كده. طيب هنا بقى في المقابل ايه العيب؟ اللي بقى في الاكسبيرينس هتقل انت كبروجرامر هتلاقي اللي قدامك زي ما اتفقنا حد معين بيعمل حاجه معينه. طب الحاجه دي مشغوله دلوقتي وعايز اعمل حاجه ثانيه في نفس الوقت روح بقى لف لفه من روح الميموري روح مش عارف ايه بقى استخدم الستاك عشان تبوش القيم مثلا مؤقتا تعمل لها هوب لما تخلص. فاهمين الكلام ده؟ بس هي دي الموضوع تريد اوف خلاص. فجيب في الاخر يقول لك ايه؟ هل من ايه جنرال بيربس ريجستر اللي معمول يتحط في الكمبيوتر؟ هيقول لك الجي بي اس صار ايه؟ جنرال بيربس ما تقربتوش. بيقول لك هو بتوين 8 و 2000 يعني الريجستر جنرال بيربس بيكون ما بين 8 و 2000 لو زادوا عن 32 هيبقى مش كويس ولو قالوا برضه هيبقى مش خلاص يا شباب؟ نعم. هو بقى لما بقول حضرتك لما يكون كل ريجستر بيعمل حاجه معينه خلاص ومفيش ريجسترز خالص في جنرال بيرد وقت ما حضرتك مثلا هقول لحضرتك حاجه برضه هتاخدوها في الميكروسوفت تعرف حاجه اسمها نست لوب؟ عارفينها دي؟ اما تيجوا تعملوها بالاسمبلي مين ال يعني حضرتك لما في تعمل ليست يعني لوب كله محتاجه كام كاونتر؟ اثنين فواحد فيهم هيبقى مستخدم السي اس طب والتاني المفروض يستخدم برضه السي اس طب يبقى في مشكله بنضطر بقى نبوشهم برضه كلمه السي اس مؤقتا عشان ما يحصلش كونفليكت فعدم الجنرال ايه؟ ان طالما كل واحد بيعمل حاجه معينه وما عنديش بديل جنرال خلاص يبقى انا عندي بقى مفيش مرونه. فاهماني؟ انما لما يكون عندي جنرال خلاص ممكن استخدم ده مشغول بستخدم الثاني ما كلهم جنرال بس اي نعم هما بص يا ولد حضرتك لو احنا هنا مثلا في مصنع او في شركه وكل واحد فينا بيعمل حاجه محدده وشخصيه جدا خالي يعني مشغول وعايز اعمل حاجه اللي هو بيعملها دي دلوقتي الوظيفه اللي هو بيعملها عايز حد يعملها دلوقتي مشغول تعبان مش موجود اي حاجه يبقى كده عندي مرونه. طب لو عندي مجموعه منكم مثلا في الشباب دلوقتي ايه؟ موجودين لاي حاجه اعرفهم اعصي اي حد فيهم يبقى عندي نجوم يبقى جنرال بيرمس يبقى فيها نجوم انما يبقى ايه؟ ده مشغول استخدم الثاني. طب السبيشاليزيشن لا مفيش حد هيعمل دي الا ده فلو هو مشغول او في اي مشكله محدش يعمل يبقى ما عنديش بدائل. الوقت بيتزاد ازاي في الجنرال بيرمس؟
زي ما قلنا وانت لما تكون انت مثلا متخصص في حاجه واحد تاني جنرال هل يديني حاجه نفس الوظيفه نفس الكفاءه؟ اقول لك تاني حته السي اكس ده باجي استخدم حد بديل السي اكس جنرال مش انا قلت هروح اضطر اعمل اوتو ابديت بعد ما استخدمه انا بستخدم ريجستر اي اكس مثلا كاكاونت هل هو في خاصيه الاوتو ابديت؟ خلاص يبقى انا لما استخدمه كاكاونت هضطر ان اعمله الاستراكشر منفصل يعمل له ابديت وصلت؟ يبقى يقول لك لو هم قالوا على كده هتضطر تروح للميموري كتير لو عدد جنرال بيربس ريجسترز قالت عن 8 هتروح هتلاقي نفسك كل الاستراكشر بتروح للميموري تيجي كتير طيب لو زاد بيقول لك مور داز نوت ريديوس ميموري ريجسترز اند تيكس اب يعني مش هيديك مظبوط بس خلاص يعني هتعمل فيه 2 بس 32 تمام؟ طيب هاو بيج يعني المفروض يبقى الحجم بتاع الجنرال بيربس او الريجسترز المفروض يبقى عامل ازاي؟ الريجسترز عندك مهمه جدا صح ولا غلط؟ لو انت عندك حجم الريجستر صغير وعندك الداتا مثلا حجمها كبير لما تيجي تجمع رقمين مثلا لو انا عندي الريجستر بتاعتي 16 بت وعايز اجمع رقمين كل واحد فيهم 32 بت فاهم قصدي؟ عامل ايه؟ طب لو ده مش متاح اضطر ان انا اجمع عمليه اجمع محطتين اجمع اول 16 مع 16 واجمع الثانيين ادرس كاري هاخد برضه ادرس كاري ان شاء الله عشان ياخد الكاري اللي طالع من ال 16 الاولانيين عشان يبقى الداتا صحيح خلاص؟ او هستخدم كل ريجستر زي ما هو بيبقى صعب جدا فهقول ايه؟ المفروض الريجستر يكون ايه؟ كل لارج انف تو هولد فول ادرس لحظه هو ايه علاقه الريجستر بالادرس؟ ايه علاقه الريجستر بالادرس؟ هو الريجستر ده مش من ضمن الريجستر الانستراكشن ريجستر اللي هو بيكون فيه الانستراكشن اللي هو بيكون جزء منه مهم جدا الاوبرنت ادرس مش انت عندك الانستراكشن ايه؟ اوبكول ها؟ وادرس طب الادرس الجزء الادرس اللي باقي من الانستراكشن ده بيأثر على ايه؟ بيأثر على حاجات كتير انت فاكرين المقوله بيقول في دايركت ادرس طب مين دايركت؟ واحنا كنا ليه بنستخدم مين دايركت؟ عشان انت مش عارف توصل للمكان اللي انت عايز توصل له بطريقه دايركت فكنت بتبقى في مكان والمكان ده يلاقي فيه ادرس الدايركت لو مش عارف تكون في الحته اللي محدوده للادرس جاي للانستراكشن بسبب السايز صح؟ بسبب السايز بتاعه طبعا بسبب السايز بتاع الريجستر بتاعي وبيقول لي كمان لارج انف تو هولد فول هولد ليه فول هولد منين؟ الهولد جاي منين؟ من الميموري صح؟ يبقى لازم يكون في حجم الريجستر اللي هو السي بي يو حاجتين ان يكون حجمه كافي ان هو يمكن يعني الادرس اللي احنا جزء من الانستراكشن وكمان يكون حجمه كافي عشان يشيل فول بورد من الميموري يعني سطر كامل من الميموري ينفع يتحط جوه مين؟ جوه الريجستر. طيب هنا طبعا في بعض اللغات بتميرج كذا انستراكشن كذا ريجستر مع بعض في نفس الانستراكشن زي اللغات دي السي بي هنا بقى هنتكلم عن مين؟ احنا اتكلمنا في اللي فات عن مين؟ عن الفيزيبل ريجسترز اللي موجود عندنا وكل واحد بصوا هنا هنتكلم عن مين؟ عن الفيزيبل ريجسترز زي مين بقى؟ قال لك البروجرام كاونتر ايه فايده البروجرام كاونتر ما صح؟ بيبقى فيها عمال الانستراكشن طيب ايه كمان؟ قال لك الانستراكشن ريجستر وده اللي بحط فيه الانستراكشن عشان يحصل دي تو اكسكيوت الميموري ادريس ريجستر فايدته ايه؟ هو ده الريجستر الوحيد اللي بيقدر يعلم جوه الميموري يعني ايه يعلم جوه الميموري؟ انت عايز تجيب داتا من الميموري لازم تحط الادرس بتاعها فين؟ الادرس او الميموري ادرس طيب الميموري بره ريجستر ده اللي هو بتاع ترانزيت صح؟ بتحط فيه الكلام اللي هيتكتب بالميموري او اللي هيتقرا من الميموري كمرحله انتقاليه زي ما اتفقنا خلاص؟ يبقى دولت الريجستر الاربعه ريجسترز اللي هو بيكون عليهم انفيزبل ريجستر هم موجودين صح؟ وبيستخدموا بس مش بواسطه البروجرام بواسطه مين؟ ضمنين بيتم استخدامه اثناء تنفيذ الانستراكشن بس مش دايركتلي بواسطه البروجرامر اللي بيكتب اسمبلي واضح الكلام؟ طيب بيقول لي كمان في البروجرام ستيتس كود او الكونديشن كود ريجستر ده برضه من ضمن الكلام اللي اتحط او من ضمن الريجستر اللي بتمتلك تحت انفيزبل ويبدأ بيكونتين الكونديشن كود بلس اذر ستيتس انفورميشن خلاص يبقى دي حاجات خاصه بالكنترول وخاصه بالستيتس هنشوفها دلوقتي كمان ان شاء الله
تتعامل معاه بيت بيت، يعني كل بيت لها معنى لها تشكيل خلاص. وطبعا في بعض البيتس منها بتبقى كنترول وبعض البيتس منها ستيت، زي ما قلنا قبل كده. يعني ايه الفرق ما بينهم؟ الكنترول مثلا زي الانترابت فلاج مثلا، يعني دي انت بتفعلها عشان الانترابت يشتغل او ما يشتغلش. انما مثلا الزد فلاج هدي كنترول ستيتس، لا ستيتس ده بتدل على حاجه حصلت خلاص، ان عمليه تمت انك تفتحها. طيب بدا نقول لك بقى الامثله بتاعت الفلاجز او الفلاجز اللي موجوده عندك. فالساين فلاج ها تبعت عن الاشاره تمام، ولو كلمت طبعا اشاره انت لو انت شغال ايه؟ ساين نمبر تمام؟ طيب طبعا انت عارفين ان الاشاره بيكون المكان بتاعها اخر بتاع الشرطه تمام؟ ولو كانت واحد ده بيعمل من رقم ايه؟ سالب. ولو كانت زيرو تبقى ممكن. والساين دي مهمه في ايه؟ لو انت عندك انستراكشن مثلا بتقول هل ايه بيساوي دي ولا لا؟ اسف هل ايه اكبر من دي ولا لا؟ كونديشن عادي في السي بلس بلس اف ايه اكبر من دي؟ اللي بيحصل فعليا ايه؟ اللي بيتم طرح الايه من الدي. ويبقى نشوف الساين في ده. لو الـ A طرح من B تاني موجب يبقى A الأفضل، لو سالب يبقى الزيرو. طبعا قلنا اتكلمنا عنها، هل لو كنت الزيرو دايما بتلخبط؟ هي لو الناتج زيرو هي هتبقى واحد، لأن هي بتعبر عن وجود زيرو. لما الناس تقول لك إيه؟ الناتج زيرو تبقى الزيرو بتبقى زيرو، لا هي بتعبر عن إيه؟ عن وجود زيرو. يبقى وجود زيرو يخليها كام؟ واحد. وعدم وجود زيرو يخليها إيه؟ طيب الكاري خلاص عارفينه. الكاري والاوفر فلو ليهم نفس المعنى. ايه الكاري والاوفر فلو نفس المعنى ازاي؟ مبدئيا الكاري والاوفر فلو معناه ان النازل اللي طالع في الاوتبوت ريجستر مش هو الناتج الحقيقي، او القيمه اللي المفروض تطلع اكبر من سعه الريجستر. يعني الحته دي معنى وجود كاري او اوفر فلو ده معناه ايه؟ معناه ان النازل من العمليه قيمته اكبر من هي تتخزن في الريجستر اللي في الديسبوز. واضح الكلام؟ يعني مثلا لو انا عندي ريجستر 8 اقصى قيمه عن سايد ممكن يشيلها كام؟ 255. طب افرض انت جمعت رقمين والناتج بتاعهم 300 يبقى هيلاقي فيه كام؟ واضح الكلام؟ طب ايه الفرق ما بين الكاري والاوفر فلو؟ الكاري في الان سايد تمام؟ انما الاوفر فلو في السايد. خلاص؟ طيب في هنا هتلاقي كده فلاج جديده اسمها ايكوال. دي بتعبر عن الايكواليتي. لو في حاجتين بيقارنوا ببعض وهم ايكوال هتبقى بواحد، لو غير كده هتبقى بزيرو. طب الانتربت معروفه بقى. هل هي بتفعل الانتربت ولا بتعمله بزيرو؟ في برضه فلاج جديده اسمها سوبرفايزر. مش عارف سوبرفايزر دي يعني اي انستراكشن او اي عمليه بتتم لو البنت دي مفعله معنى ذلك ان العمليه ديت ايه؟ تبع الادمنستري ليها صلاحيات السوبرفايزر او الادمنستري. خلاص؟ اي سؤال في الفلاجز يبقى الجديد في الفلاجز دي الايكوال تعبر عن الايكوال، والسوبرفايز او السوبرفايزر بتعبر عن صلاحيه العمليه اللي هتتم. تمام؟ طيب هنا في السلايد دي خلاص. في السلايد دي بتديك امثله على الريجستر اورجنايزيشن. مهمه جدا على فكره الريجستر اورجنايزيشن زي ما يعني هي اللي بتفرق ارتفيشن عن ارتفيشن بشكل كبير. في الشكل الاول ده تقريبا ده مايكرو بروسيسور ام سي 68000. حد يلاحظ حاجه؟ لاحظوا كده ايه؟ دول اللي هو على الشمال ده ريجستر ده اخبارها ايه؟ ها؟ سيجمنت جنرال مستر الله ينور عليك جنرال. يعني اغلب الريجسترز ايه؟ يعني انت عندك داتا ريجسترز بي 0 لحد بي 7. أنا ريجستر من اي 0 لحد اي 7، يعني مفيش ريجستر باسم معين بليه خاصيه معينه ليه ميزه معينه بيأدي سبيشال بيربز بطريقه احسن من غيره، كلهم جنرال. طيب اللي في النص اكيد انتوا عارفين بشكل كبير هو الجنرال ريجستر 8086. في جنرال وفي ادرس وفي سيجمنت وفي بروجرام ستيت. عارفين طبعا في جنرال بيربز ريجستر في هنا على اليمين بقى 80 386 دي
الريجستر بتاعه ايه؟ تقريبا نفس 86 بس اكستندد. فاحس بتاعها كام؟ 32 بدل. فدي كانت امثله على الابلكيشن بتاع الايه؟ الريجستر. جميل. احنا عارفين الانستراكشن سايكل صح؟ هي المفروض بتقسم لثلاث حالات، وانا بقسمها ايه؟ لحد يعني ثلاث حالات، ثلاث مراحل. اللي هي بيتش. يعني ايه بيتش؟ بجيبه من الجنب. بعد كده بيكون اللي هو تفسير، ثالث حاجه هنا قال لك بيتش واكسكيوت. يبقى ايه اللي حصل؟ دمج مرحلتين مع بعض. ايه المرحلتين بقى اللي دمجهم؟ الديكود والاكسكيوت ضموه في مرحله واحده. خلاص؟ لانهم الاثنين بيتموا فين؟ جوه السي بي. خلاص؟ عملية الفيتش اللي دي بيحضر يتم اختيار الانستراكشن بالميموري ويتم وضعه في الانستراكشن ايه؟ ريجستر. خلاص؟ عملية الاكسكيوت بتتنظم جواها ان الكنترول يونت بيبدا يديكوب وبعد ما يديكوب يبدا ينفذ. تمام؟ طيب ايه الرسمه دي؟ الرسمه دي يقول لك البروجرام. لما نتكلم على مستوى ايه؟ برنامج تاني. البرنامج بيكون مجموعه من الانستراكشن. فاللي هيحصل فيتش اكسكيوت وتنيت في السايكل دي لحد ما توصل ايه؟ لا هتوصل لهم انت عند اخر الانستراكشن. ها هتوصل ليه؟ للهم. يبقى انت هتنيت في الدائره دي فيتش اكسكيوت فيتش اكسكيوت لحد الانستراكشن ايه؟ اول ما الانستراكشن تخلص اللي هيحصل هيبقى حر اللي هو اكسل بقى خلاص تخلص البرنامج. طيب لو جينا نحكي السيناريو بتاع عمليه الاكسكيوشن هيكون ايه الخطوات اللي فيه؟ قال لك مبدئيا البروجرام كاونتر ده اول حد بيشتغل وده بيدور على ايه؟ على النكست انستراكشن ادرس. طيب جاب النكست انستراكشن ادرس هل هو يقدر مباشره يروح يتعامل مع ميموري؟ الاجابه لا. مين بيقدر يتعامل مع ميموري؟ مين بيتعامل مع ميموري؟ ادرس ريجستر. فالبي سي هيسلم للميموري ادرس ريجستر عشان الميموري ادرس ريجستر اللي هو يفيتش مين؟ الميموري الانستراكشن من الميموري. هل الانستراكشن اللي هو اللي هيحصل له مش الميموري، يحمل الميموري. خلاص؟ جاب الانستراكشن هيحطه فين؟ الباي ار زي ما اتفقنا. طيب كده وظيفه القيمه اللي كانت في البي سي خلصت. فبيحصل له ايه؟ مش فاهم ليه انكريمنت مع انه ممكن ما يكونش انكريمنت ولا حاجه. عشان كده يبقى هو بيعمل انكريمنت ليه؟ مع العلم ان هو ممكن ما يكونش الانستراكشن اللي بعدي هو اللي بعدي. يكون عشان كده بعد لو قضيت دلوقتي بيطلع بيعمل انكريمنت تحسبا لا هو في جواب بعد كده اهلا وسهلا ما فيش يبقى احنا عملنا ايه؟ هو بيقول لك ايه؟ امنس تولد تولد اذربايز طيب ماشي بتعمل ايه تاني على حاله الانكريمنت لحد ما يجي له خبر تاني يقول لك بس هنعمل خمر او نعمل برانش او يبقى هو كان الانكريمنت ايه؟ لان خلينا في الديفولت ان اللي بعدي في اللي بعدي انها الاستثناء الاكسبشن ان انا يبقى في جواب او برانش او كلام فبالغالب الانكريمنت بتنفع صح؟ صح؟ نرجع ورا عشان ما نفهمش. ايه ده؟ الكلام هذا دلوقتي ايه؟ الانستراكشن فين؟ في الاي ار والبي سي قيمته ايه؟ زائد التضامن عن اللي عنده. البروسيسور هيجي دوره وتحديدا جوه البروسيسور هو الكونترول يونت هيبدا ينتربريت الانستراكشن. خلاص؟ طيب بعد كده نتيجه الانتربريتيشن ده في بعض البيتس اللي هي كود بقى هي دي اللي هتحدد العمليه اللي هتتم. طيب يا ترى العملية اللي ممكن تتم ايه؟ قال لك مبدئيا ممكن نصنف اللي هيحصل من الانستراكشن لخمس حاجات. ايه؟ خمس حاجات. أول حاجة بروسيسور ميموري. يعني إيه بروسيسور ميموري؟ يعني يقول لك والله في داتا ترانسفير ممكن تتم ما بين البروسيسور ومين؟ والميموري. تاني حاجة البروسيسور الانبوت اوت في ممكن داتا ترانسفير تتم ما بين السي بي يو والانبوت اوت ديفايس. ايه كمان؟ قال لك داتا بروسيسنج بقى. دي العملية الأساسية، إن أنا أبدأ أعمل عملية معينة، أجمع أطلع أعمل عملية. طيب الكنترول هو اللي بيمانج بقى كل الكلام ده. خلاص؟ طب إيه كي تاني؟ رقم خمسة، قال لك ممكن أعمل كومباينيشن من البدل. خلاص؟ يبقى إيه الأكشنز اللي ممكن تبقى في السي بي يو؟ خمس حاجات. أربعة اللي إحنا قلناهم قبل كده في شهر واحد تقريبا، اللي كان اسمهم إيه؟ الفانكشنز اللي هو كان اسمهم إيه؟ الداتا موفمنت، صح؟ والبروسيسنج والستورج والكنترول زاد عليهم ده ايه؟ كومباينيشن. تمام؟ مش انا بجمعهم صح؟ كومباينيشن بجمعهم مع بعض ولا ايه؟ الكومباينيشن ممكن اخد اكتر من نوع طيب ركزوا عشان الرسمه دي مهمه جدا. الرسمه دي فيها ايه بقى؟ قال لك الانستراكشن سايكل ستيت دايجرام ده الستيت دايجرام بتاع الانستراكشن سايكل اللي هو فيه ايه بقى؟
في كل التفاصيل والحاجات اللي بتتم اثناء كل الاستراكشر. وبرضه اللازمه دي بتعبر عن البروجرام، يعني بيقول لك لما الاستراكشر دي خاصه اللي بعده يبقى ازاي وهكذا. تعالى نشوف كده مع بعض. اول دايره فوق على الشمال اسمها ايه؟ الاستراكشر فيتش. عملت فيتش للاستراكشر. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ الخطوه اللي جايه ايه؟ ان انا هعمل الاستراكشر اوبريشن ديكود. طب وبعدين؟ بعد ما عملت الديكود انا عرفت العمليه، هبدا احدد مين بقى؟ البروجرام. عرفت انا عامل ايه بروجرام؟ مين البروجرام؟ الداتا من العمليه هتجمع علينا، صح؟ فبيبدا يروح يعمل فيتش بروجرام رايح جاي كذا مره. خلاص؟ بيروح ويجي عشان ايه؟ ابدا احدد البروجرام اللي هتجمع عليه والعمليه. الخطوه الجايه بعد كده ايه؟ بعد ما احدد الداتا الاوبريشن هتتم. خلاص؟ طيب وبعد كده في حاجه اسمها بروجرام ادرس كالكوليشن. يعني ايه؟ ليه بعد ما بعمل العمليه بدور على ادرس؟ عشان اخزن الناتج، صح كده؟ طيب بيقول لك ايه بعد كده؟ هتخزن الناتج بقى. يبقى انت بتحدد عنوان الادرس اللي هخزن فيه الناتج وتبدا عمليه التخزين. طيب مش ممكن يا جماعه انتوا تاخدين برنامج بيشتغل على داتا مش قيمه واحده، لا فيكتور من الداتا او اري من الداتا كذا قيمه. طيب قال لك لو كذا قيمه هعمل ايه؟ هرجع تاني احدد الادرس بتاع جزء الداتا اللي عليه الدور. يعني لو انا عندي اري خدت اول قيمه عملت معاها كل ده. طيب القيمه الثانيه ارجع تاني اعمل على نفس الكلام. هتلاقيني في الدايره الصغيره دي لحد امتى؟ لحد ما اخلص الداتا. خلاص؟ طيب خلصت الداتا اعمل ايه بقى؟ خلاص يبقى كده بص هقول لك ريتيرن فور سترينج فور فيكتور داتا. يبقى الراجعه دي بتاعت الايه؟ الفيكتور داتا. طيب لو انا اصلا الانستراكشن الداتا خلصت سواء كانت بقى فيكتور او مش فيكتور الراجعه دي بتاعت ايه يا جماعه؟ ان انا الانستراكشن كومبليت خلاص الانستراكشن الحالي هبدا اعمل ايه؟ فيتش النكست وتبدا الدايره دي اللي احنا شغالين فيها لحد ما نعمل ايه؟ نخلص البرنامج اي سؤال؟ يبقى الرسمه دي اسمها ايه؟ اسمها الستيتس ديجرام. يعني كل الستيتس اللي ممكن الانستراكشن بتاعك يعدي خلاص؟ سواء بقى انت بتشتغل على داتا قيمه واحده او فيكتور من الداتا وطبعا انت عندك مجموعه انستراكشن هتخليك في السايكل دي لحد ما تخرج منها وتبقى خلاص البرنامج. اي مجهود ده معمول عشان انا عندي داتا اكثر من كده؟ زي ما بيجي مثلا برضه اشتغل مخصوص من انت تبعها في على سترينج انستراكشن اللي بتتكون من مجموعه قيم. زي مثلا السي بلس بلس انا شغال على اري مثلا. طيب ركزوا في الحته اللي جايه هنا تقول لي اكزامبل اوف بروجرام اكسكيوشن. مبدئيا يا شباب احنا عارفين الميموري، الميموري فيها كم حاجه او فيها كم نوع من الحاجات اللي بتفضل فيها؟ حاجتين ايه؟ الميموري اللي هي ايه؟ الانستراكشنز هي داتا صح؟ طيب زي ما شايفين كده الرسم الاولاني بتعبر عن ان هو اخذ سامبل للانستراكشن. سامبل ايه؟ الانستراكشن. السامبل ده جواه ايه؟ جواه الانستراكشن متقسم لجزئين. الجزء اللي على الشمال اسمه ايه؟ الكود. والجزء اللي على اليمين الادرس بتاع الكود. طب السامبل الثانيه ها؟ السامبل الثانيه دي كلها ايه؟ داتا خلاص؟ طيب تمام. وطبعا بما انها داتا يبقى الدفتر على الشمال خلاص ايه؟ الصين لو ده اصعب. ركز بقى معايا على الله ايه الجزء اللي متبقي تحت ده؟ قال لك لو انا هفترض ان انا عندي برنامج وسكر. طبعا مش واخدين بالكم يا شباب ان احنا ممكن نكون مش مستوعبين ازاي الاستراكشر بيتم او مش ازاي الاستراكشر بقى. خلينا نتكلم عن مستوى الاوبريشن. مستوى ايه؟ الاوبريشن. لو انا عايز اجمع رقم مع رقم خزن دي اسمها ايه؟ اوبريشن كامل صح؟ سؤال بقى هل الاوبريشن دي بتتنفذ في استراكشر واحد؟ الاجابه لا. طيب امال بتتم ازاي؟ انتوا ما خدتوش بالكم من بالنسبه للاستراكشر اللي هو بيقول لك كود كود وادرس. الادرس ده يبقى ادرس مين؟ الداتا مين يعني؟ اللي صح؟ طب لما اكون بجمع بجمع اولى بتاع لسه على اولى دي تاني فين بقى؟ ها؟ دي ازاي؟ ركزوا يا جماعه انا عايز اقول ايه؟ طبعا انا عايز اقول لك دلوقتي لو بتعمل عمليه زي جمع كويس؟ العمليه دي لها كام طرف؟ اثنين. لما اجي اقول لك الاستراكشر يتجمع نفسه بتلاقي الكود كود بتاع عمليه الايه؟ الجمع وادرس ادرس ده بتاع مين؟
لازم مين ده؟ 300 وفيها ايه؟ قد ايه؟ 900
يعني ايه؟ فسر كده؟ يعني هتقوم بعمليه جمع ما بين الطرف اللي انت لسه جايبه من شويه في الاكيوميليتور والطرف اللي عندنا كام؟ 941 هكس. ده المفروض الاستراكشر مكتوب ازاي فعلا في الميموري؟ قال لك مكتوب 5 9 4 1. يعني ايه 5 9 4 1؟ يعني 5 دي اللي هي الكود بتاع مين؟ بتاع الاوبريشن اللي هي عمليه الجمع، و 941 دي مين؟ دي ال 12 بت ادرس بتاعت الطرف الثاني. في مشكلة؟ طيب الانستراكشن الثالث وتحليل في الاوبريشن دي في الادرس رقم 302 اسمه ايه بقى؟ ستور اكيوميليت. خلاص؟ ستور ده الاوبريشن 941 الالوان اللي مذكور فيه صح؟ طيب حد هيقول ايه؟ 941 ده 941 كده مش هيحصل مشكلة؟ لا هو كده عمل ايه؟ بالظبط لان القيمة القديمة مش عايزها. ده معنى الكلام صح؟ طب الاستراكشر اللي بعد كده عامل ازاي؟ 2 9 4 1 2 ديت كود مين؟ كود الستور تمام؟ 941 هو الادرس بتاع الستور. عشان خاطر الباشمهندس ده هقول مور دي خلاص؟ كده كده هقولها بس نقطة كبيرة شايفين الستة ستيبس دول؟ شايفينهم مهمين جدا. بص معنى يقول لك ايه بقى؟ اول ستيب فوق على الشمال ستيب 1 ايه اللي حصل؟ ايه اللي انت شايفه قدامك؟ قول عندي ميموري وعندي سي بي يو ريجستر. خلاص الميموري عندي عناوين 300 301 و2 وعندي 940 و901 صح ولا لا؟ طب جميل. اول حاجه هيحصل ايه اللي هيحصل؟ قال لك الانستراكشن اللي هو في الرقم 300 ده هعمل له فيتش. يعني هوديه احطه فين؟ في الاي ار. بص لقيت الاي ار في كام؟ 1940 والبي سي في كام؟ 300. البي سي في 300 عشان كده جبت الانستراكشن اللي متخزن في الالوان ايه؟ 300 حاطه فين؟ في الاي ار. الخطوه الثانيه اللي هي على يمين الخطوه الاولى ايه اللي هيحصل بقى؟ ان اولا البي سي زاد بواحد خلاص؟ ثانيا انا لقيت الحاجه حصلت ايه هي؟ ان الانستراكشن اللي هو 1940 مجازا احنا قلنا 1940 اتنفس. اتنفس ازاي؟ ان هو راح عمل ايه؟ لوب ايه؟ للقيمة المتخزنة في العنوان 940. بص كده هنا 940 دي كام؟ 0003 او لو كنا من اليمين الشمال 3000. القيمة دي حصل لها لوب فين هنا؟ ها؟ في الاكيوميت. يبقى ستيب 2 هي الاوتبوت او الاكسكيوشن بتاع ستيب 1. يعني تم تنفيذ الانستراكشن والناتج بتاعي ظهر. طيب بما ان هنا البي سي بقى فيه 301 ايه اللي هيحصل؟ هروح اجيب الانستراكشن اللي بتتخزن في 301 احطه في مين بقى؟ في ستيب 3 احطه في مين؟ في الاي ار. كويس؟ طيب الاي ار او لما الاي ار بقى فيه القيمه دي ايه اللي هيحصل؟ انا عارف ان الخمسه دي هي الكود بتاع عمليه ايه؟ الجمع صح؟ ولكن في طرف مش موجود، ايه الطرف اللي مش موجود بقى؟ اللي هو في 940. الطرف اللي مش موجود فين؟ في 940. بقول لك في ستيب 4 ايه اللي هيحصل؟ انا معايا الطرف الاول كان هنا ده كان ثلاثه صح؟ الطرف الثاني انت قلت لي ان هو فين؟ كله فين؟ 940. فممكن يا جماعه القيمه اللي موجوده في الاكيوميت اللي كانت في الاكيوميت اللي كان جمعتها مع اللي موجوده في 940 يا كان الناتج طلع كام؟ عملت ايه؟ الناتج كان بيتحط فين؟ يبقى حتى ستيب 4 انا دلوقتي ايه اللي حصل؟ العمليه اتنفذت ما بين القيمتين والداتا فين؟ لكن والبي سي طبعا بقى بكام؟ بكام؟ 300 وكام؟ 2 اجي هنا في ستيب 5 بقى عندي البي سي 302 فقمت رحت جبت ها؟ الانستراكشن 302 حاطه فين؟ ايه بقى الانستراكشن رقم 302 ده؟ ده بيبدا بقيمه 2 وانا عارف ان 2 ديت معناها ايه؟ 2 دي عمليه ستون اكيوميليتور. فجه هنا عمل ايه؟ اخد القيمه اللي فين؟ وخزنها في العنوان اللي انت قايله 1941 اللي هو لو لاحظت هنا في 1941 في 0000 كام هنا؟ 5. واضح الكلام يا شباب؟ يبقى كل اللي حصل ده او كل الستبس دي عشان اعمل عمليه، العمليه دي عباره عن ايه؟ جمع رقمين. اول حاجه جبت الرقم الاولاني حطيته في اكيوميليتور عن طريق الاستراكشر دون اكيوميليتور. تاني حاجه قلت له كود العمليه ايه بالظبط اللي هتتنفذ مع عنوان القيمه الثانيه، فقام نفذ العمليه على الرقمين وخزن الناتج في الاكيوميليتور. في الاستراكشر الثالث الاخير قلت له
خمس من الناس اللي طلع في الاكل كده ده في مكان معين في النبي عن طريق امر اسمه الصحون. اي سؤال؟ بريك خمسه الجزء المتبقي، الجزء المتبقي معانا هو الانترنت. الانترنت ده حاجه مهمه جدا زي ما اتفقنا وخدنا الجزء بتاعه قبل كده. فايده الانترنت ايه؟ اللي هو ما بيخليش السي بي يو متعطل فيه بس. طيب خلينا نقول الانترابت عباره عن ميكانيزم فايروس اذر موديول زي الانبوت اوتبوت ميل انترابت نورمال سيكونس بروسيسنج. يعني عندك مثلا انبوت اوتبوت موديول زي الفلاشه اي جهاز اي حاجه بتوصلك بالانترابت اي حاجه بتعمل انبوت اوتبوت بالانترابت النورمال بروسيسنج بس عشان السي بي يو يهندل. طيب هو ممكن يجي زي ما اتفقنا عشان في الوقت اللي فيه الانبوت اوتبوت بيجهز بيكون السي بي يو ايه؟ شغال ما بيعرفش. فاهمة؟ طيب قال لك ايه هي انواع الانترابت عموما؟ خلي بالك بنتكلم عن انترابت ايه؟ عموما مش اللي احنا بنتكلم عنه في الانبوت اوتبوت ده اللي هو يشتغل والكلام ده كله. ولكن الانترابت ممكن يحصل نتيجه بروجرام. يعني ايه بروجرام؟ قال لك انبوت انستراكشن مثلا زي انت تقسم على صفر ده بيعمل انترابت مش هيكمل. انت بتكتب كود بيكون بيقسم على صفر ففي حاجه انليجال فبتعمل انترابت للاكسكيوشن بتاع البروجرام. تايمر ايه بقى التايمر؟ قال لك برضه لما تعرف شويه في الاوبريتنج سيستم هتعمل في طريقه في السكادولينج بتاعت التاسكس اسمها تايم شيرنج. هتكون التايم شيرنج دي انا بدي كل تاسك ستوب اوف تايم. لما يخلص ما اسكتش على التايم. هديكم حاجه مش يعني بره خالص. لما بنيجي مثلا ننقل داتا من مكان لمكان وننقل كذا حاجه في نفس الوقت مش بقى كله بينقل مع بعضه؟ لا. اللي بيحصل ان كل واحد بينقل لفتره معينه من السبب. فلما الفتره دي بتخلص الانترابت دي بيروح يهندل الثاني وهكذا. فطبعا مفكرين احنا بنضحك على الجهاز بنزود السرعه وكده. هو في الاخر بالعكس ده احنا بنقلل السرعه. يعني لو احنا نقلنا ملف واحد بس هيبقى اصعب من ملف ملف. عارفين ليه؟ عشان في حاجه اسمها السويتشنج تايم. ده برضه في الاوبريتنج سيستم. السويتشنج تايم ده اللي هو الوقت السويتش دي من ايه؟ ايوه دي ممكن يبقى في بلدان. طب لو ينفذ الحاجه دي حاجه واحده بس يسكتش. وعشان كده قلت لو عندك هاردوير بس مش مالتي كور مش هينفع تشتغل كود في مالتي سيلز بالعكس. عشان احنا المفروض فاهمين يا شباب ان الاثنين بيخدموا بعض الصوت والهارد. لو انت عندك بروجرام يعني كود مكتوب مالتي سيلز يعني حاجات ممكن تشتغل ان بلد مع بعض وما عندكش هاردوير سبورت ده ولا كانك عملت حاجه والعكس صحيح خلاص. لو انت عندك هارد وير جبار وفي كذا كور وكل حاجه بس انت كاتب برنامج سنجل سليت يبقى يشتغل ورا بعض خلاص مش هنستفيد بسرعه. فتاني كده بقول لو انت نفس اليونت اللي شغاله تعمل لك عمليه ترانسفير للداتا وانت بتنقل كذا حاجه في نفس الوقت يبقى هم ورا بعض مش هينفع يتابعوا مع بعض خالص. خلاص الموضوع بيجبرنا على اليونت اللي بتقوم بالمهمه دي. لو انت عندك السيل بتاعك فيه مالتي كور او ممكن يعمل كذا اوبريشن اندبندنت على بعض انفاليد. طيب اتفقنا تاني نوع من الانترابت او تاني بلس من الانترابت التايمر اللي هو زي ما قلت لكم كده ايه كل حاجه لها تايم خلص خلاص بقى. ايه المتابعه الموديول دي بقى اللي احنا تقريبا بنتكلم فيها بشكل كبير ان انا ايه؟ خلي السي بي يو شغال ولما يخلص يبقى انترابت. طيب الهارد وير هيلر طبعا ممكن يعمل لك انترابت حاجه بسيطه حاجه خالص دي حاجه مش بايدينا. هقول لك الاربع خلاص اللي ممكن بسببهم يحصل ايه؟ احنا الانترفيس رقم كام؟ طيب يا ترى هو ايه اللي بيحصل لما الانترفيس بيشتغل او بيتم؟ انا عايز افهمكم حاجه مهمه جدا. يعني ممكن كلمه انترفيس او انترفيس ده حاجه والانستراكشنز اللي احنا عارفينها دي حاجه ثانيه. لا الانستراكشنز انت عارفها واللي هيروح ينفذها في الانترفيس حاجه واحده. ما في كلمه انترفيس معناها ايه؟ ان انا بنقلك من سيكونس واحده دي سيكونس ثانيه بس. طب انت رايح هناك تعمل ايه؟ نفس الاستراكشر يبقى ده هي الاستراكشر بس في مكان تاني او تخص حد تاني خلاص؟ تمام الحته دي؟ طيب ماشي. طيب قبل ما نروح
فالسي بي يو ما بيعملش كده، تخيلوا السي بي يو ما بيعملش كده. واحد ثاني السي بي يو قبل ما يروح يعمل انترابت بيظبط الانفايرمنت اللي هو فيها، يخزنها في مكان سباك بقى ميموري في اي مكان، المهم ان هو يظبط الانفايرمنت عشان لما يرجع يكمل مش هيبقى الاول، فاهمين؟ يبقى هيخزن المكان اللي هو واقف عنده، لو في قيم معينه في الريجستر اللي المفروض يعملها بوش سباك هو رجع لها فوق عشان يكمل عند مكان ما بالظبط، فاهمين؟ ايه هو يعني تأثير الانترابت؟ يعني بيكون عندي انترابت ايه اللي هيحصل؟ انا والله الانترابت ده بيمبروف البروسيسنج افشنسي. ازاي؟ ازاي بيمبروف الافشنسي؟ ها؟ ان هو ما بيخليش السي بي يو يتعطل وقت كبير، بس بيستفيد بكل الوقت بتاع السي بي يو، ويخلي السي بي يو فقط يقف لما يكون ليه مطلوب ديفايس ريدي عشان البروسيس اعمله بروسيسنج. فبيقول لك هنا تقريبا ان انت شغال مثلا سبوز ده بروسيسور الترانسفيرنج داتا تو ا برينتر، يعني انت هتبعت داتا من البروسيسور هيبعت ملف لمين؟ للبرينتر طبعا. ماشي، وايه كمان؟ قال لك يوزنج ذا نورمال انستراكشن سايكل سكيم، يعني عن طريق انستراكشن معين بعت الداتا للبرينتر. افتر ايتش لايف تو برينت اوبريشن، ركز بقى، ذا بروسيسور ماست بوز اند ريمين ايدل until the printer catches up. يعني ده هو عن طريق مجموعه انستراكشنز بعت الملف اللي هيتوقع راح فين دلوقتي؟ طيب ايه اللي هيحصل بعد ما بعت الملف؟ المفروض بتاع البرنتر هيبدا يحط الورق والحته هينتشر على الورقه وتكمل، صح؟ وتطلع الورقه بسرعه وتخانق يعني طبعا من الفرن، صح؟ في الوقت اللي بيحصل فيه الاكشنز دي كلها ايه موقف السي بي يو؟ لا من غير انترابت هو هيتعطل، خلاص؟ هقول لك بلاك بوز اند ريمين اي دي هيبقى عطلان، ده في الوضع الطبيعي. قال لي ذا لينس اوف ذيس بوز مي بي اون ذا اوردر اوف ميني، ركز بقى دي مهمه، ميني هاندرز اوف ايفن ثاوزندز اوف انستراكشن سايكل. يعني بيقول لك الورقه اللي انت مستقل بيها على طبع الورقه ديت البرنتر ممكن يكون السي بي ينفذ مئات او الاف من الانستراكشنز النورمال بتاعته. فكده لما قلت لكم الثانيه عند البروسيسور ايه؟ تعتبر سنه. هو عايز يقول لك كده في الوقت اللي هو ايدل فيه ممكن كان ينفذ مئات او الاف من الانستراكشنز في الوقت ده. تمام؟ عشان كده احنا بنتكلم في ايه؟ في الانترابت، بس الانترابت ده جزء ده. ركز بقى معايا عشان دي اخر حاجه هنقولها، خلاص يعني 15 دقيقة ماكسيموم. هم اللي هيحصل خمسة. شد الاسلاك من الشيء. بصوا يا شباب قبل ما نبدا نرجع للانبوت اوت، الانبوت اوت الانبوت اوت عشان يتم في بعض الانستركشنز تتم قبل، صح؟ طيب والعمليه نفسها بتاعت الانبوت اوت وفي انستركشنز بتتم بعد، هتفهم حاجه؟ لا ولا بصوا يا شباب البرنتر خد خمسات خلاص؟ قبل ما البرنتر تقوم وتقوم يتحرك مش في انستراكشنز بتبعت الملف وتهيئ البرنتر وتعرف ان هيرجع على بعضها مش عارف ايه، السي بي يو بيخاطر الانبوت اوت صح ولا لا؟ ويعدوا بقى ويشوف بقى هم بيتكلموا مع بعض ازاي؟ خلاص؟ يبقى في انستراكشنز بتتعمل ولا مفيش؟ في قبل ولا بعد؟ قبل بس. خلاص؟ طيب اول نفس ان الحاجه اتظبطت بقى عند البرنتر السي بي يو دوره ايه؟ لا لا ومين اللي شغال دلوقتي؟ البرنتر بقى خلاص؟ في حاجه بتشتغل في الانبوت اوت وبعد ما يخلص مش في بعض الحاجات لازم تتعمل بعد ما يخلص زي ايه؟ ستيتس مثلا يقول لك مش في حاجه بتقول لك ان عمليه البرنتنج دي تمت سكسسفلي او لا والله ده عمليه البرنتنج فيه مشكله او مش عارف ايه الكلام ده مين اللي بيظبطها بيقول لك الحاجات دي برضه السي بي يبقى عايز اقول ايه؟ عمليه الانبوت اوت تكون كام مرحله؟ ثلاثه بري وبوست وعمليه. طيب ممكن نقول فين دور السي بي يو وفين السي بي يو معطل؟ السي بي يو شغال هنا شغال هنا معطل. لان مين اللي ما شغالش في الوقت ده؟ غير السي بي يو. ليه معطل؟ مصدر؟ تمام؟ شايفين الرسمه دي؟ شايفينها؟ طيب الرسمه دي فيها ايه بقى؟ قال لك بص ركز كده احنا هناخد جزئين من الرسمه دي الجزء اللي على الشمال والجزء اللي على النص من اليمين هنبدا بيه مره كده ان شاء الله. خلاص؟
الجزء العشمال ده بيقول لك ايه؟ ايه اللي هتعمل كده بتقول ايه؟ ظهور التوابس. يعني ده النورمال اكسكيوشن. ايه اللي بيحصل بقى يا شباب؟ يوزر بروجرام صح؟ هتقول طبعا على الجمله. اليوزر بروجرام مكتوب هنا واحد واثنين وثلاثه. لو رجعنا في السلايد اللي قبله قال لك ان واحد واثنين وثلاثه دي مجموعه من الاستراكشر. مجموعه من الاستراكشر، مجموعه من الاستراكشر. الاستراكشر نورمال ما فيهاش انبوت اوت. بقى لي يبقى واحد واثنين وثلاثه عباره عن ايه؟ جروب اوف نورمال انستراكشر. ما فيهاش انبوت اوت. اتفقنا؟ طيب بيتخللها ايه؟ خلاها ايه يا جماعه؟ حاجه اسمها رايت سيستم كول. هي الرايت دي عباره عن ايه؟ سيستم كول. يعني اكشن كده بيتم على مين؟ على انبوت اوت دي بقى. كويس؟ طيب جميل جدا. في الجزء اللي على اليمين ده ايه اللي هنا اللي حاصل؟ قال لك عندك حاجه مكتوب عليها اربعه وحاجه مكتوب عليها ايه؟ خمسه. وفي النص ايه؟ انبوت اوت كومن. فاكرين لما قلت لكم ان في حاجات قبل وفي حاجات ايه؟ بعد والامر نفسه في النص؟ طيب اللي قبل واللي بعد السي بي يو بيشتغل فيه ولا ما بيشتغلش؟ ما بيشتغلش فيه. اللي في النص اللي اسمها ايه بقى؟ الانبوت اوت كومن الاكشن نفسه. السي بي يو ماليش دعوه بيه. انما اربعه ها البري البري يعني الاستراكشر اللي السي بي يو بينفذها ايه؟ ها؟ قبل ما الكود اللي يتنفذ اللي هو بيهيئ بيظبط ها؟ بيظبط العلاقه بين السي بي يو والميموري والجهاز بحيث بقى عامل اللي المفروض يتم عشان الانبوت اوت يقدر يشتغل. صح؟ طيب الكومن انبوت اوت كومن تتنفذ والرقم خمسه بقى فيه ايه؟ في الحاجات اللي ما بعد عمليه التنفيذ. كويس؟ طيب حد فاهم حاجه من اللي بيحصل؟ عندي هنا اليوزر بروجرام بيعمل ايه؟ سبعة مدى. بينفذ مجموعه الانستراكشنز اللي في كام؟ واحد وثلاثه. اللي في واحد. اول ما يخلص واحد ايه اللي هيحصل؟ جابوا رايت يعني انبوت اوت. راح عندي يا شباب بقى ركزوا السي بي يو واقف قد ايه؟ شايفين الخط ده؟ الخط ده؟ من اول فين لحد فين؟ من اول الاربعه هيقف لحد اربعه هيشتغل تمام؟ ويقول الكومن دي يشتغل برضه ها؟ ايه كمان؟ وخمسه كمان يشتغل. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزينه هو غصب عننا هيشتغل في اربعه وخمسه بس مش عايزينه يشتغل في ايه؟ في اللي في النص اللي هو الكومن نفسه. صح ولا لا؟ انما احنا هنا في انتربت ولا مفيش؟ عشان كده السي بي يو انتظر لفتره كامله لاربعه وخمسه واللي في النص. ايه العيب اللي محطوط على السي بي يو؟ اللي هو المفروض ما يعملوش. اللي ما بين كام؟ اربعه وخمسه. دي المفروض ها ما يوقفش وما يعطلش فيه. حد فاهم حاجه؟ طيب تعال نشوف انت ايه السيناريو ايه؟ الثاني ده اللي هنهي بيه المحاضره. اسمه ايه بقى؟ انتربت بس نوع اسمه شورت انبوت اوت ويت. هنفصل ده مع ده المره الجايه. بس خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. في هنا انتربت. ايه اللي هيحصل بقى؟ هستفيد ايه مع وجود الانتربت؟ طبعا عندي اليوزر بروجرام واحد هيبدا يتنفس صح؟ جاله رايت. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بالرايت؟ ها؟ راح السي يو ستوب هنا وراح ينفذ مين؟ اربع ايه اربع؟ الانستراكشنز ما قبل ما قبل عمليه الانبوت اوت صح؟ طيب شوف في الفتره قد ايه؟ اول ما بدا الانبوت اوت كولن قال ايه؟ السي بي يو رجع تاني. رجع فين بقى؟ رجع عشان ينفذ مين؟ او المجموع الانستراكشنز اللي هو كام؟ اثنين. فقام نفذ ايه؟ اثنين ايه؟ ما عند علامه الاكس دي عمل انتظر. عند علامه الاكس دي عمل ايه؟ يعني في الوقت اللي كان الانبوت اوت كومن شغال السي بي يو نفذ جزء من ايه؟ من العمليات رقم اثنين مجموعه الانستراكشنز دي نفذ مثلا نصها. نصها ده سماه ايه؟ فخليكم معايا. اسمها اثنين. وقبل بقى خلص الكومن خلص والبرنت طلعت الورق كله تمام هتلاقي موقف ها وراح لمين؟ رقم كام؟ خمسه. ينفذه ونرجع نكمل مين؟ اثنين بي عادي. بعد ما خلص اثنين كله جاله ايه تاني؟ الاوت تاني. فراح ايه؟ نفذ اربعه. ولما جه الكومن راح جاي راجع منفذ مين؟ ثلاثه ايه؟ جه كان الكومن بتاعه خلاص خلص فعايز بقى رقم خمسه فجه كمل من هنا ثلاثه دي خمسه. يبقى الفرق بين هنا وهنا ايه؟ ان هنا كان بينتظر اربعه والكومن وخمسه. انما هنا هيروح ينفذ اربعه ويرجع يشتغل عادي
ولما يخلص الكومنت يرجع يكمل الحلقه. بس خلاص يا شباب نرجع بس ستايب واحده. بص كده دي بتوصف وخلاص دي خلاص. بيقول لك كومنت سيجمنت واحد واثنين وثلاثه بتريفير لايه؟ يا تشريح للناس. بتريفير لسيكونس اوف انستراكشن ذات دو نوت انفولف. مش بتنفولف مين؟ المتعرف. طيب اثنين اسيريز اوف رايت كولز. رقم اثنين بقى رايت كولز. انترليف يعني بتبقى في النص بوزع بنصتين ذات كول ايه؟ انبوت اوت. ويتش اس سيستم بيفيد مش عارف ايه ماشي. يبقى خلاص كده عرفت انا معلومتين هنا. من عندي واحد واثنين وثلاثه عباره عن ايه؟ ها؟ مجموعه من الانستراكشنز عادية ما فيهاش او اثنين. معنى ثانية الرايت هي عباره عن انبوت اوت بتتخلل المجموعات بتاعت الانستراكشنز اللي موجوده. طب وبعدين؟ قال لك في انبوت اوت البروجرام اللي احنا اتفقنا عليه. عندك سيكونس اوف انستراكشنز ليبلد ايه؟ فيها ايه بقى اربعه؟ قال لك تو بريمير ايه؟ بريمير ذا اكشوال انبوت اوت اوبريشن انكلودنج الكومنت اوف ذا داتا تو بي اوت ان ذا سبيشال بفر. يعني فاهم ايه؟ بياخد الداتا المحفوظه وايه كمان؟ اند بريبيرنج ذا بارامترز فور ذا ديفايس كوبر بيظبط الايه؟ الام او ديفايس الانستراكشنز بتظبط هي قطع الداتا في الباكر بتظبط الام او ديفايس دي رقم اربعه. طيب رقم اثنين هنا بيقول ايه بقى؟ ذا اكشوال ان او كوبر اللي هو الاكشوال بقى؟ ان البرنتر شغاله او البرنت ده اللي السي بي يو ايه؟ المفروض ما يحصلش فيه صح؟ طيب رقم ثلاثه والاخيره يقول لك سيكونس اوف انستراكشنز ليفل دي اللي عباره عن ايه؟ ما بعد البرنت. قال لك تو كومبليت ذا اوبريشن ذيس مي انكلود سيتنج ا فلاج انديكيتنج ذا سكسس اور فيلر اوف ذا اوبريشن. رقم خمسه بيقول لك بيحط فلاج بقيم معينه واحد او بزيرو على حسب النتيجه او العمليه تمت بنجاح ولا حصل فيلر. خلاص؟ فبننهي تاني او بيكون ان الرسمه دي احنا عرفنا عندها هي عمليه الانبوت في عدم وجود الطلاق والانبوت او في حاله وجود الطلاق. في نوع ثاني او في اوبشن ثاني بين الانبوت او الانبوت ان شاء الله بالتقديم.